المصحف بضم الميم أو كسرها، لفظ يطلق على القرآن الكريم، مأخوذ من الفعل أصحف، ويقال أصحف الكتاب أي جمعه صحفا، واصطلاحا هو مجموعة من الصحائف التي دون عليها القرآن الكريم بالهيئة التي نزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. عرف الراغب الأصفهاني الصحيفة بأنها المبسوط من الشيء كصحيفة الوجه والصحيفة التي يكتب فيها، وجمعها صحائف وصحف. وفي القرآن الكريم ورد لفظ صحف للتعبير عن كلام الله المكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. سمي القرآن الكريم مصحفا لجمعه الصحف بين دفتيه، ولم يعرف القرآن الكريم باسم المصحف زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان القرآن مكتوبا في عهده على الجلد والرقاع وجذوع النخل وغير ذلك، وإنما جاءت التسمية عصر الخلافة الراشدة حين أمر سيدنا أبو بكر الصديق زيد بن ثابت بالإشراف على جمع القرآن الكريم. وقد ورد عن السيوطي نقلا عن ابن أشتة في كتاب المصاحف قوله: لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق، قال أبو بكر الصديق: التمسوا له اسما، فقال بعضهم السفر، وقال بعضهم المصحف، فإن الحبشة يسمونه المصحف، فكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه بالمصحف. وقيل إن أصل الكلمة من اللغة الحبشية أي لغة أهل المدينة المنورة، والفرق بين لفظي المصحف والقرآن أن المصحف يطلق على القرآن المكتوب، أما القرآن فهو الوحي المنزل كلام الله تعالى المكتوب فيه.